مرحى مرحى يا لغتي مرحى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالباتي الحبيبات، طالبات الصف الثاني الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في مادتنا الجميلة، بارك الله فيكم، في مادتنا الجميلة اللغة العربية. هل تحبون اللغة العربية؟ بارك الله فيكم. لغتي شمس، لغتي ضياء، يضحك للفجر صبحا. لغتي عزيزات الطالبات، نحن ما زلنا في الوحدة الثانية وهي بعنوان صحتي وسلامتي. معنى ذلك أننا يجب علينا أن نهتم بصحتنا. بارك الله فيكم. ودرسنا اليوم يا ترى ما هو؟ درسنا اليوم بعنوان عيناك أمانة الجزء الثاني. قمنا بدراسة الجزء الأول في الحلقة الماضية من درس عيناك أمانة، واليوم بإذن الله سوف نستكمل الدرس ونتناول الجزء الثاني. ولكن قبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم، يجب علينا أن نتعرف على قيمتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع. يا ترى ما هي قيمتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع؟ قد تعرفنا عليها أيضا في الحلقة الماضية، من تتذكرها؟ بارك الله فيك. قيمتنا هي قيمة الكرم، وقلنا أن الكرم هو العطاء والجود، هو أن نعطي المحتاجين ونساعد الآخرين، كل ذلك يكون في معنى الكرم. يجب علينا عزيزات الطالبة أن نتحلى بهذه الصفة الجميلة وأن نكون كرماء مع الآخرين حتى يحبنا الله ورسوله. بارك الله فيكم. وكما تعودنا في بداية كل حلقة، لابد أن نقوم بقراءة رؤية مدرستنا. فرؤيتنا هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ، محافظاً على أخلاقه وقيمه ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. معنى ذلك عزيزات الطالبات أنه يجب علينا أن نتمسك بالأخلاق الحسنة والفضيلة، مثل الكرم الذي ذكرناه منذ قليل، والإخلاص والأمانة والصدق ومساعدة الآخرين وبر والدينا. معنى بر والدينا أي طاعتهما والاستماع لنصائحهما. بارك الله فيكم. هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. هذه هي رؤية مدرستنا. أما الآن عزيزات الطالبات، فكما تعودنا أيضا في بداية كل حلقة، لا بد أن نستمع إلى أنشودة الوحدة. ونحن الآن في الوحدة الثانية. يا ترى ما هو عنوان أنشودة وحدتنا؟ بارك الله فيك، أنت طالبة متميزة. عنوان أنشودة الوحدة الثانية صحتنا. هي يا حبيبتي قومي بفتح الكتاب المدرسي صفحة 82 وتابعي معي أثناء القراءة. هيا. صحتنا، بالصحة دوما أهتم، بالصحة تشرق أيامي وأكون رشيقا وجميلا، وبها سأحقق أحلامي وأطير يمينا وشمالا وأمارس كل هواياتي. فالصحة تاج ذهبي يجعلني أسعد بحياتي. صحتنا غالية جدا، هيا أحبابي نرعاها، تعا
تحمينا مما يؤذينا، لذا لا نرضى بسواها. بارك الله فيكم. هل استمعتم للإنشودة؟ هل كررتم خلف الصوت؟ أحسنتم، أنتم طالبات مبدعات. عزيزاتي الطالبات، كما ذكرنا في الحلقات الماضية في الوحدة الثانية أنه يجب علينا الاهتمام بصحتنا. لماذا يجب علينا الاهتمام بصحتنا؟ حتى نحافظ عليها، حتى ننجو من الأمراض. بارك الله فيكم. قد أوصانا الله سبحانه وتعالى بضرورة الاهتمام بصحتنا، فالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، أليس كذلك؟ هيا بنا كي نبدأ في درس القراءة الأول في الوحدة الثانية، وهو بعنوان عيناك أمانة الجزء الثاني. ولكن قبل أن نبدأ أيضا لابد أن ندخل في التهيئة للدرس. عزيزات الطالبات، ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ نعم، إنه الطبيب. أين يوجد هذا الشخص؟ أين نراه؟ نعم، في المستشفى أو المركز الصحي. لماذا يوجد هذا الشخص في هذا المكان؟ لماذا يوجد هذا الشخص في هذا المكان؟ بارك الله فيك، حتى يقوم بمعالجتنا وبمعالجة المرضى. ومتى نذهب إليه؟ نذهب إلى هذا الشخص عندما نشعر بالمرض أو بالتعب. وماذا يجب علينا أن نفعل لكي لا نذهب إليه؟ هل تحبون الذهاب إلى هذا الشخص؟ بالطبع لا، كلنا لا نحب أن نذهب إلى الطبيب. ماذا يجب علينا أن نفعل حتى لا نذهب له؟ يجب علينا الاهتمام بصحتنا. والسؤال الآن، كيف نحافظ على صحتنا؟ من تجيب؟ كيف نحافظ على صحتنا؟ بارك الله فيك يا حبيبتي. نحافظ على صحتنا يا معلمتي، وذلك باتباع إرشادات الطبيب. أول إرشاد معي هو أن نقوم بغسل أيدينا جيدا بالماء والصابون قبل وبعد الطعام. بارك الله فيكم. وأيضا نحافظ على صحتنا بالابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة حتى لا نسبب لأنفسنا أي أذى. وأيضا يا معلمتي، نحافظ على صحتنا بتناول الطعام المفيد والصحي. بارك الله فيكم. ونحافظ أيضا على صحتنا وذلك بالابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والأكل الغير صحي، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. والآن عزيزاتي الطالبات، بعد أن بدأنا وهيئنا لدرسنا لهذا اليوم وهو درس عيناك أمانة، وتعرفنا على كيفية المحافظة على صحتنا، هل تتذكرون هذه الشخصية التي قمنا بالتحدث عنها في الحلقة الماضية؟ من تتذكر؟ أحسنتي، بارك الله فيك، إنه راشد. ماذا كان يفعل راشد؟ من تتذكر؟ أنت طالبة مبدعة. نعم، راشد. كان يحب راشد اللعب بجهازه المحمول، أليس كذلك؟ أنتم رائعون. وماذا كان يفعل أيضا؟ كان يسرع في إنهاء واجباته المدرسية ولا يستمع أبدا لنصائح والديه بضرورة اللعب في أوقات محددة. هذا ما درسناه في الحلقة الماضية. يا ترى ما سوف ندرسه اليوم؟ هيا بنا نتعرف على ما سوف ندرسه اليوم. الهدف هو أن تقرأ الطالبة الدرس قراءة جهرية واضحة مع مراعاة على معايير القراءة الجهرية،
يا ترى ما هي معايير القراءة الجهرية؟ معايير القراءة هي القراءة بصوت واضح، يجب عليك أن تكرري خلفي أثناء القراءة وبصوت واضح، تنتبهي لمخارج الحروف وتنوع نبرات الصوت، فمرة يكون الصوت مرتفع ومرة يكون منخفض حسب الفقرة، توظيف علامات الترقيم بالشكل الصحيح. والآن عزيزات الطالبات، هيا بنا ننتقل إلى الكتاب المدرسي. قومي بفتح الكتاب صفحة 52. هيا أسرعي معي. هكذا كنتم بفتح الكتاب، بارك الله فيكم. هيا بنا نقوم بربط الجزء الذي قمنا بقراءته بالأمس بالجزء الجديد بإذن الله تعالى. هيا تابعي معي أثناء القراءة، وسوف أقوم بقراءة الجزء الذي قمت بقراءته أمس حتى نربط بينه وبين الجزء الجديد. هيا بنا. عيناك أمانة. كرري خلفي. عيناك أمانة. راشد يحب اللعب بجهازه المحمول. يسرع في إنهاء واجباته المدرسية ولا يستمع لنصائح والديه باللعب في أوقات محددة. هذا ما قرأناه بالأمس. هيا بنا نقوم بقراءة الجزء الجديد. لاحظت والدة راشد احمرار عينيه، فأخذه والده إلى طبيب العيون. فحص الطبيب عيني راشد وقدم له العلاج المناسب وقال: البصر نعمة من نعم الله تعالى، والعينان جوهرتان، علينا أن نحافظ عليهما. هذا ما قاله الطبيب لمن؟ لراشد. ماذا قال له الطبيب مرة أخرى؟ البصر نعمة من نعم الله تعالى، والعينان جوهرتان، علينا أن نحافظ عليهما. معنى ذلك عزيزات الطالبات أنه يجب علينا أن نبتعد عن أجهزة الحاسوب وأن نجلس أمامها في أوقات محددة. يجب علينا ذلك لماذا؟ حتى نحافظ على نعمة البصر، فقد أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة الجميلة وهي نعمة البصر، حتى نحافظ عليها ولا نخسرها. بارك الله فيكم. والآن هيا بنا نقوم بتفسير بعض المعاني الصعبة. المعاني الصعبة معانا اليوم، خططي معايا في الكتاب واكتبي على المعاني الصعبة. أول معنى معانا مفرد كلمة العيون. كلمة العيون مفرد أم جمع؟ شيء واحد أم أشياء كثيرة؟ نعم، العيون أشياء كثيرة، جمع إذن مفردها. بارك الله فيك. العين، سجلي معي في الكتاب، العيون مفردها العين. الكلمة الثانية معنى كلمة قدم. قدم له العلاج المناسب. قدم، ما معنى كلمة قدم؟ أي أعطى. أعطى. والآن كلمة جوهرتان. العينان جوهرتان. يا ترى جوهرتان مفرد أم مثنى أم جمع؟ مثنى. يا ترى ما مفرد كلمة جوهرتان؟ ما مفردها؟ أحسنتي، جوهرة واحدة. جوهرة واحدة. بارك الله فيكم. والآن هيا بنا نذهب إلى الفقرة مرة أخرى.
حتى نناقش أسئلة الفهم والتحليل. السؤال الآن: لماذا ذهب راشد إلى طبيب العيون؟ من تجيب على هذا السؤال؟ لماذا ذهب راشد إلى طبيب العيون؟ أحسنت، تفضلي يا حبيبتي. ذهب راشد يا معلمتي إلى طبيب العيون لأنه احمرت عيناه. بارك الله فيكم، لأن عيناه ماذا أصابها؟ أصابها الإحمرار. ومع من ذهب؟ مع من ذهب؟ مع من ذهب راشد إلى الطبيب؟ بارك الله فيك، ذهب مع والداه، ذهب مع والداه أو والديه. سؤال آخر: فسري أو ما هو السبب في إحمرار عيني راشد؟ ما هو السبب وراء إحمرار عيني راشد؟ من تجيب على هذا السؤال؟ بارك الله فيك، السبب وراء إحمرار عيني راشد هو أنه كان يجلس كثيرا وأوقات طويلة أمام جهاز الحاسوب وأمام جهازه المحمول. بارك الله فيكم، مما سبب له إحمرار عينه. سؤال آخر: هيا بنا ننتقل إلى تدريبات الكتاب حتى نرى هذا السؤال. هيا أسرعي معي، نفتح الكتاب صفحة 54. 54، بارك الله فيك. وهذا هو السؤال: نتيجة لعب راشد على جهازه المحمول مدة طويلة ماذا حدث له؟ نتيجة لعب راشد على جهازه المحمول مدة طويلة ماذا حدث له؟ ألم في أصابعه؟ بالطبع لا. تقدمه في دروسه؟ لا. إحمرار في عينيه؟ الإجابة الصحيحة أين هي؟ بارك الله فيك، إحمرار في عينيه، هذه هي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني: هيا بنا ننتقل إلى تدريبات الكتاب صفحة 56. افتحي معي الكتاب صفحة 56، أسرعي. السؤال الخامس: ألاحظ الصورة وأملأ الفراغ بالحرف المناسب، هل هو حرف الميم أم هو حرف النون؟ رددي خلفي: ميم، نون. هيا بنا نقوم بالنظر جيدا إلى الصورة ومعرفة اسم الصورة، وبالتالي نستطيع نطق حرف الميم أو حرف النون ونقوم بكتابته في الفراغ. أول كلمة: ما هذا؟ تعرفون هذا؟ نعم، ما هذا؟ إنه الصابون، صابون، ن. إذن كلمة صابون آخرها ميم أم نون؟ أحسنتي، صابون، ن ن ن، صابون. بارك الله فيكم، يوجد آخر حرف هنا نون. أما هذه الكلمة، ما هذا؟ نعم، إنه علم، 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 مم، علم. إذن علم تنتهي بحرف الميم، علم تنتهي بحرف الميم. والآن ننتقل إلى هذه الصورة، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نعم، إنها نحلة، نحلة، ن ن ن،
نون أم ميم؟ بارك الله فيك. نون يا معلمتي، نون نحلة. أما هذا، هل تعرفون هذا؟ نعم، إنه معجون. ما معجون، ما معجون. إذن حرف ميم أم نون؟ بارك الله فيكم، ميم معجون. ننتقل إلى هذه الصورة، من تعرف هذه الصورة؟ بارك الله فيك، نعم، من تعرف هذه الصورة؟ شطورة، إنها فقمة. فقمة، إذن فقمة بحرف الميم أم النون؟ بارك الله فيكم، بحرف الميم، فقمة. وهذه، من تعرف هذه الصورة؟ بارك الله فيك، إنها سفينة. سفينة، ن سفينة، إذن سفينة حرف النون. أما هذه الصورة، من تعرف هذه الصورة؟ بارك الله فيكم، كلنا نحبها، إنها الألوان. ألوان، ألوان، ن ن ن إذن ألوان بتنتهي بحرف النون. ألوان تنتهي بحرف النون. ومن تعرف هذه الصورة؟ من هذه؟ نعم، إنها معلمة. معلمة، ميم معلمة، ميم معلمة. هيا بنا نقوم بكتابة حروف معلمة. ميم ميم ميم، معلمة. معلمة، يوجد هنا ميم أخرى. معلمة يوجد بها حرفي ميم، ميم أولى وميم ثانية. معلمة، معلمة. بارك الله فيكم. أتمنى عزيزات الطالبات أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى في درس جديد من دروس لغتنا العربية. أتمنى أن نكون قد استفدنا من ضرورة الاهتمام بصحتنا، فيجب علينا عزيزات الطالبات أن نهتم بصحتنا. يجب علينا أن نهتم بصحتنا وألا نتناول الغذاء الغير صحي. بارك الله فيكم جميعا. من الحليب اشرب كميات وعظامك تبقى قوية، الوجبة تكون لحوم وخضار، فكر وقرر ما تحتاج. طعمة تقرب وتوازن ببروتين، كله معالي. لا لا لا.